بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا الآية 20، الآية 21 من سورة المائدة. قبل ما نبدأ في التفسير نركز على مسألتين. المسألة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لاحظوا الآن السياق: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني تبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني بمعنى لو جينا قلنا وارد في العهد القديم عند اليهود كذا 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 كذا، أو أي أمة ثانية يقولون كذا وكذا، نحدث عنهم بغض النظر. هذا التحديث يعني هل هو في مجال الآن التصديق ولا في مجال عدم التصديق؟ مش هذا هو. إذن في إشكال أن نحدث وفننسب الأمر لبني إسرائيل أو غيرهم من أهل الكتاب أنهم يقولون كذا وكذا؟ لا، لعم تتضح الصورة أكثر. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في فرق بين أنك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبينما تقول قال فلان، قال أهل الكتاب، قالوا الشيوعيين. انسب القول لمن شئت، ممكن يكون النسبة هاي دقيقة مش دقيقة، مش هذا الموضوع، ولكن بتكون حساسة لما بتنسب لمين. ايوه الرسول بيختلف الأمر، مش زي لما بتنسب لأي بشر كانوا. لذلك لاحظوا إذن الحديث كمان مرة، شوفوا كيف ورد: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طب ونحدث عنك، عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يختلف الأمر. بيختلف في إيش؟ ومن كذب علي. إذن ما بتقدرش تحدث عن الرسول إلا ما هو صدق، عن غيره مش حساسة المسألة. شو يعني مش حساسة؟ انت بتكذب عليه ولا بتقول قال؟ بقول قال. طيب بيجوز لك تكذب على اي بشر؟ لا. طيب لكن وين لازم توقف تماما وتتحقق؟ لما بتقول قال الرسول ومن كذب علي عامدا. لاحظ عامد، لانه ممكن يكذبه ايش؟ يظن انه الحديث صحيح، يظن، بس لا، اللي بتعمد. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اذا نفهم هاي قضية حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج؟ فيش حرج، ولا وين الحرج؟ في التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم لما تحدث يكون الاشي ايش؟ صحيح. تمام؟
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح، في حديث صحيح آخر، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. طب وإذا في عندنا دليل على صدقهم؟ خلاص صدقهم بيأتي من الدليل. طب وإذا في دليل على تكذيبهم؟ خلاص التكذيب يأتي من الدليل. تمام. إذا ورد إذن عند أهل الكتاب أمر نسبوه إنه هذا من الدين، نصدق ولا نكذب؟ الأصل إذا في عندك دليل تصديق بتصدق، عندك دليل تكذيب بتكذب. طب وما عنديش، لا ما عنديش دليل على الصدق ولا الكذب، شو لازم يكون موقفي؟ لا نصدق ولا نكذب. هاي الحديثين اجتمعوا مع بعض، لا نصدق ولا نكذب. طب بصير نقول قالوا؟ بصير. لما نقول قالوا دليل يعني شرعي؟ لا، احنا بنقول قالوا هم. إذن لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وهذا ديروا بالكم، هذه برضو قاعدة في غير أهل الكتاب. بمعنى سبق إذا بتذكروا قلنا الناس ثلاث، واحد عنده دليل على الإثبات يثبت، واحد عنده دليل على النفي بينفي، واحد ما عندوش دليل على النفي ولا الإثبات بقول بعرف. فأنت ممكن تكذب مرات شيء هو صحيح في نسبته إلى بني، يعني بيكون جايهم من الوحي وتكذب، مثلا تقول شوف تصور هاي بيقولوا كذا وتنتقد الشيء بدون ما يكون عندك علم أصلا. ممكن تكذب أهل الكتاب في إشي أصل وحي، وممكن تصدقهم في إشي هم حرفوا. طب بصير لي أنسب إلهم؟ بنسب إلهم. تأخذ عنهم؟ شو يعني أخذ عنهم؟ أصدقهم ولا كذبهم ولا إيش يعني؟ ما هو الأخذ عنهم تصديق يعني بدليل. طيب نرجع للآية. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. إذن هذا بعد خروج موسى عليه السلام ببعض بني إسرائيل من مصر، لأنه مش كلهم خرجوا قلنا سابقا، لما خرج ببعض بني إسرائيل من مصر مش كلهم خرجوا، والآن في موقف ما بقول لهم يا قوم ادخلوا. بس لاحظوا قبل ما يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة وجدنا مهد لهم بتذكير، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه المقدمة مشان يقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. طيب شوي نتوقف نشوف الأرض المقدسة، نتوقف نشوف الأرض المقدسة. إيش الأرض المقدسة؟ أولا وإحنا سبق طبعا في تحدثنا، بدي أمر مرور سريع، إحنا بنعرف القدس أو القدس هو الطهر، والأرض المقدسة يعني المطهرة، وقلنا إنه قدسيتها وظيفة، هذه أرض تطهر بين الحين والحين، لا يعمر فيها باطل، مقدسة ومطهرة ومباركة. أني طبعا اللي يقال فلسطين الآن اسمها، معروفة في حدودها من النهر للبحر، لكن مش شمال جنوب، هذه صعب تيجي تحدد ايش بالضبط الارض المقدسة، لكن هي معروف انها المحصورة ايش بين النهر والبحر. لكن انت بتتفاجأ مرات في كتب التفسير
لما بيشرحوا يا قومي ادخلوا الارض المقدسة ممكن يصيروا بعض الناس يعطوا ايش احتمالات انه مين الارض مقدسة، مع انه هو واضح المسألة انه المقصود فيها ايش، ما نسميه اليوم فلسطين. في ناس ممكن يعطوك احتمالات ثانية، وبالتالي هون بدنا نتوقف شوي ونأكد على موضوع الارض المقدسة. وقلنا القدسية هي وظيفة إلها، والبركة هي وظيفة إلها. أولا بتلاحظوا الأحاديث الشريفة الصحيحة كثير فيها تعبير بيت المقدس، اللي بيقصد فيه ما نسميه اليوم برضو إيش القدس، بيت المقدس. أحاديث كثيرة صحيحة مذكور فيها التعبير من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بيت المقدس. فالآن بدنا نبدأ نحدد الأرض، واللي القرآن شو قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، الذي باركنا حوله. وبصير وين هذا بتروح البركة لوين بتوصل؟ سبق تحدثنا. هاي لاحظوا بيت المقدس، البيت المقدس، وباركنا حوله. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان نايم في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم المهم بيقول له ما تصنع إذا أخرجت منه، المقصود المسجد إيش النبوي، المسجد النبوي. طبعا بديش تفصيل الكلام، انما باختصار بدي العبارة اللي عبر فيها ابو ذر. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر ما تصنع اذا اخرجت منه، اللي هو المسجد ايش النبوي. شو قال؟ ارضى، يعني ارتضي، يرتضي اذا لابد اخرج من هون، ارضى او ارتضي يعني الارض المقدسة الشام، او عفوا ما نقول، هو قال ارضى الارض المقدسة المباركة. شوف جمع المقدسة مع مين؟ المباركة. ارضى يعني ارتضي الارض المقدسة المباركة، يعني كأنه برتضي اذا لابد اخرج من هون برتضي بديلها. إذن بمفهومهم، وهي أمام الرسول بتكلم إنه الأرض المقدسة هي نفسها إيش المباركة. والمباركة قلنا سابقا إنه منصوص عليها في القرآن 5 مرات، منها ونجيناه أي إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وإبراهيم عليه السلام وين هاجر إلى وين؟ وين أقام وين مات عليه السلام؟ تمام. طيب نشوف في قضية المقدسة. شخص اسمه ابن حوالة في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابن حوالة اذا رأيت الخلافة قد نزلت، اذا الخلافة على فكرة بدها تسافر، تتسافر من المدينة للكوفة لدمشق مثلا لبغداد لاسطنبول، تسافر، واللي بيسافر في الاخير شو بيعمل؟ ينزل. لذلك ليش سموا الفندق نزل؟ لانه بينزلوا فيه. مش هيك؟ يا ابن حوالة اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة، فقد اقتربت الزلازل والبلابل والامور العظام، والساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. طب الخلافة نزلت في القدس الآن ولا ما نزلتش؟ نزلت في دمشق، نزلت في بغداد، نزلت في الكوفة، نزلت في اسطنبول، نزلت. تمام؟ مش رح أقول نزلت في القاهرة، لأنه هو أصلا لما خرج ببني إسرائيل
من مصر مشان يأتي فيهم للأرض المقدسة، مش هيك؟ إذن وين هاي اللي شفتوا كيف عم تتحدد الأرض المقدسة بشكل واضح من لما تجمع أحاديث كثيرة، تجمع أحاديث كثيرة. وممكن من أسرار كونها لحد الآن أسرار غيبية، يعني لم يخطر ببال الأمة أن تتخذها عاصمة اللي هي القدس والأرض المقدسة، لم تكن العاصمة فيها، ولكن آخر عاصمة وين؟ اللي هي وردت في الحديث الصحيح هذا: يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت، قد نزلت الأرض المقدسة فقد اقتربت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. إذن آخر خلافة وين؟ هون. طيب الآن، طيب لو جينا مثلا لأهل الكتاب بشكل عام يهود ونصارى، لما بيقولوا أرض مقدسة وين بقصدوا؟ فلسطين، مش هي بقصدوها الأرض المقدسة؟ طيب لو جينا لما عندهم في العهد القديم، في العهد القديم بنلاحظ كثير في تقارب في بعض المسائل، مثلا في قصة موسى لما قتل خطأ، هم طبعا عندهم مش خطأ، هو عندهم تلفت هيك وبعدين قتلوا، لما قتل خطأ مثلا راح لمدين، عندهم برضو لما قتل راح لمدين، طيب وبعدين وجد هناك في رعاة على الماء، عندهم وجد في رعاة بس مش بنتين، سبع بنات، فهو سقى مش لبنتين، سقى لسبعة، تمام. فانت بتجد بشكل عام في اشي مشترك واضح في قصة يوسف مثلا عليه السلام، برضو بتجد هيكلها بشكل عام، لان هي صارت القصة، والناس لما بتحرف هي بدها تحرف كل القصة، لو بدها تحرف كل القصة هاي صارت قصة ثانية، هذه مش محرفة. دائما اذا بتلاحظوا هيكل القصة بيكون موجود، بتصير وين التحريفات نتيجة النسيان او غيره؟ وين بتصير؟ في التفاصيل. لذلك هم عند اهل الكتاب خروج موسى عليه السلام ومسألة قوله على فكرة لقومه ادخلوا الارض، هذه كانوا بقصد فلسطين، وموجودة عندهم القصة وكيف تمردوا وكيف غضب عليهم الله وكيف تاهوا في سيناء 40 سنة، زي ما هو ايش بقول القرآن، موجود عندهم 40 سنة، نعم انهم تاهوا، نعم نتيجة انهم رفضوا يدخلوا الارض المقدسة، نعم. اني الارض المقدسة في القصة عندهم نجدها مين؟ فلسطين، نجدها فلسطين، انسوا حدودها زي ما قلنا شمال وجنوب. طيب موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة، الاحاديث الصحيحة عندنا شو بتقول؟ انه طلب من الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر، يعني يموت على مشارفها، وهذا موجود عند اهل الكتاب. وليش انا قدمت في موضوع اهل الكتاب؟ هذا موجود عند اهل الكتاب انه موسى عليه السلام مات على ضفاف نهر الاردن، يعني قريب منه، وكان ينظر نظر الى الارض المقدسة، وقالهم موسى عليه السلام انه راح يأتي وقت تعبروا في الاردن على الارض المقصود الارض المقدسة. هي صار في عندنا معطيات كثيرة بتلتقي كلها مع بعضها، انه وين الارض المقدسة؟ شوفها، بموت موسى عليه السلام عند اهل الكتاب في جبال مؤاب، في جبال مؤاب المطلة على الضفة الغربية او فلسطين. اذا انت لما تبدأ تجمع الادلة كثيرة جدا تكتشف انه فيش مسوغ لأي نوع من الاختلاف في موضوع انه الارض المقدسة اني فلسطين. اما المباركة فهي مؤكد فلسطين، ولكن وين توصل اكثر شوية بركة؟ وقلنا انه اكثر ما قيل في الموضوع من النيل الى الفرات، والمقدسة ايش؟ فلسطين. طيب الان موسى عليه السلام بعد ما قال لهم
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. لو بدنا نبدأ من إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وشيك يوسف، وبين يعقوب وموسى عليه السلام في عدد من الأنبياء والرسل ما ذكرت أسماءهم، منسميهم الأسباط. كمان مرة، من يعقوب حتى موسى قديش في زمن على فكرة، هي كل مسائل التقديرات الزمنية هاي تقديرات يعني تقريبية، بتقدروا تقولوا في حدود 450 سنة، 450 سنة، 450 سنة، قرون. خلال هالقرون هاي جاء أنبياء على فكرة من نسل أولاد يعقوب عليه السلام، يعني من نسل يعقوب، لأنه احنا سبق قلنا الأسباط مش أولاده 12، مش أولاد يعقوب عليه السلام 12، هذول مش اسمهم أسباط، هذول أولاده. السبط بكون حفيد، فما جاء من نسل الأحفاد من أنبياء ما بين يعقوب عليه السلام وموسى، شو كانوا هذول؟ اسمهم الأسباط. إذا الأسباط الأنبياء مش هم أولاد يعقوب عليه السلام 12، ما جاء من نسلهم واختار الله من هذا النسل الأنبياء. فالآن بذكرهم، إذن بذكرهم موسى عليه السلام بقول لهم يا قوم اذكروا، ما هو على فكرة بده يذكرهم بالماضي مشان يبين لهم انهم الآن المستقبل شو بده يكون في دخولهم الأرض المقدسة، المستقبل شو بده يكون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. أنبياء، صوروا الأنبياء تكون هي اللي تقود وتهدي، وكل ما مات نبي يقوم نبي، وكل ما مات نبي يقوم نبي. إيش هالنعم هاي؟ أما قضية اضطهاد الفراعنة بعد كم سنة، يعني قديش بقيوا هم في الاضطهاد هذا مش معروف بالضبط، قديش بقيوا من 450 سنة مثلا، قديش بقيوا في الاضطهاد؟ 50 سنة مثلا، 70 سنة، 80 سنة في الاضطهاد. ومع ذلك لما اضطهدوا بعث مين؟ موسى عليه السلام ليخرجهم. فبذكرهم الآن قبل ما يقول لهم بدنا ندخل، بذكرهم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ملوك، أكثر أهل التفسير لأنهم بنظروا في التاريخ، بنظروا في التاريخ، فمش مشهور يعني ملوك في بني إسرائيل، فأكثرهم شو بقول في تفسير هذه ملوكة، يعني إنه بعد ما كنتم مستعبدين وغيركم يملككم من الفراعنة، مش كانوا مستعبدينهم ومالكين لأمورهم، جعلكم تملكوا، هيك بفسروها الآن، جعلكم تملكوا إيش؟ أموركم وتصبحوا أحرار، يعني هون بمعنى أحرار مالكين لشؤونهم بعد ما كانوا مستعبدين، هيك بفسروا. بس مننساش انه في جزء من التاريخ احنا نعرفوش، نوضح. الان الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية كم سنة؟ 10 سنوات. في 10 سنوات كان مخضع الجزيرة العربية كلها تقريبا الا الاطراف، الجزيرة العربية مش هيك، كانت اليمن تابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يجهز جيوشه في مواجهة مين؟ امبراطورية الفرس والرومان. طب كان الرسول بحكم ولا ما كانش؟ كان بحكم ولا ما كانش؟ احنا وكأننا نتصور انه الملوك شو لازم يكونوا؟ لازم يكونوا بيعملوا قصور وفخفخة وفخامة حتى يصير اسمه ملك، وهذا هو الملك ولا اللي بيملك امور الناس وبوجههم وبحكم بينهم؟ ها، كان يجمع الزكاة ولا ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان يوزع ولا ما كانش يوزع؟ كان يرسل الجيوش ولا ما كانش؟
كان شو اسمها هاي؟ شو اسمه هذا؟ ملك. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وين آثار الملك في الأرض؟ وين آثاره؟ آثاره في الحجارة، في الحجارة ما فيش، في البشر فيه هاي لحد اليوم. انتو فيه آثار ولا ما فيش؟ الملوك اللي أثروا في الحجار ماتوا، أثروا في الحجار خلاص راحوا، ظلت الحجار. والرسول صلى الله عليه وسلم ملك ولا ما ملكش؟ وبعث رسائله لكل الملوك قبل الوفاة، لكل الملوك. الجزيرة العربية أجت كلها خاضعة، كلها خاضعة الجزيرة العربية. بعدين بدأ يرسل فارس وروم، الفرس والرومان الشرقيين، أسلم تسلم تمام. مين اللي يتكلم؟ نبي بس؟ نبي ولا كان يملك؟ كان يملك. وبالتالي انتوا بالكم ابراهيم عليه السلام لما كان في المنطقة هاي، يبدو انه كاين ايش؟ ابراهيم عليه السلام اله سلطته على البشر، اسحاق اله سلطته على البشر، يعقوب اله سلطته على البشر، بس ما شفناش ايش؟ لانه متوقعين شو نشوف؟ زي ما بنشوف من صعاليك الملوك، ها ابني وفخفخ بنهب الناس وضرائب وبمصوا البشر مشان يبنوا قصورهم ويعيشوا على رقاب الامم. تمام؟ كيف؟ ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. معناته ابراهيم عليه السلام ايش؟ مطاع في مسافات شاسعة، مش هيك؟ ابراهيم عليه السلام مطاع من قبل امم. طب اسحاق، طب يعقوب. ننسى موضوع التوراة والعهد القديم واخبارها، هذا كلام قلنا جزء منه كتب على فكرة. التوراة نعطيكم فكرة، يعني بعد 600 سنة من موسى عليه السلام، بعد 600 سنة بدوا يكتبوا ذكريات، وجزء من هذه الذكريات كتبوها وهم مسبيين في منطقة العراق. وعلى فكرة الإنسان اللي بيأرخ، اللي بيأرخ حالته النفسية وأوضاعه إلها علاقة. يعني الفلسطينيين المضطهدين من اليهود والعرب اللي أذلوهم اليهود في أكثر من معركة، لما يكتبوا عن التاريخ بيكونوا موضوعيين؟ وهم يتكلموا عن اليهود مثلا بيقدروا يكونوا موضوعيين. وكثير من مؤرخين اليهود لما بيكتبوا عنا اليوم برضو موضوعيين؟ بيكونوا موضوعيين وهم يكتبوا عن العرب؟ اليهود الآن لما بيعلموا في المدارس عندهم عن تاريخ القضية بيعلموا الصح، يعني شو اللي صار؟ لا. طب كيف بالكم في عصور القديمة؟ اليوم انتم شايفين اللي بيعرخوا اليوم للأحداث الموجودة حاليا، ما انتم بتشوفوا الإعلام اليوم، بدك تعرخ اليوم وتكتب حسب قول مين اليوم في الأحداث اللي بتصير في سوريا، الأحداث اللي بتصير في مصر، الأحداث أنا اللي يعرخ اليوم، مين اللي يكتب؟ هذا أثريته المؤرخين كذابين بشكل عام. مين يعني المؤرخ؟ مين؟ يعني بني العباس يكتب عن بني أمية؟ لذلك لازم يعاد في التاريخ ونشوف بني أمية شو هم. هذول اللي بنوا امبراطورية هائلة قوية جدا وحضارة تفجرت، حضارة. هذول معناته مش واصلنا تاريخهم مزبوط. في ناس كذبوا عليهم كثير، على بني أمية كذبوا كثير عليهم. معناته لازم نرجع نشوف، لانه كيف قدروا هذول ياسسوا هذا البنيان الهائل لحد اللي فيما بعد كل الدول جاءت على اساس بنيان بني اميه. زيفوا تاريخ هذول الناس. لا الكذابين ما احنا شايفينهم اليوم بيكذب، وهو بجنبك بيكذب وانت بتسمع الاخبار، انت وياه بتسمعوا نفس الخبر بتلاقيه كذب وهو بجنبك. واليوم بتشوفوا اللي بيكتبوا قاعدين هنا وهناك، وهذول الساعه اليوم واعيين الناس اليوم، او اقل كذب. انتوا بتحسبوا القدماء يعني ما عندهمش كذب وتزييف؟
ولا وخصوصا يعني ما هب ودب بصيروا قالوا 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 هات هات. لذلك لابد إخضاع التاريخ لعلم أصول الحديث. أصول الحديث هذا العلم اللي عن طريقه من غربل وبنعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره، هذا لازم يخضع له التاريخ مشان الناس تعود تفهم، لأنه ما تثقش كثير في الناس اللي بيعرفوا. في كثير ناس بيبيعوا حالهم، بيبيعوا حالهم وهم يعرفوا، ها بيبيعوا حالهم. اليوم في ناس بيكتبوا عن بعض الشخصيات بيكون مدفوع له من هذا الشخصية مشان يكتب عنها ويمجدها، أو بيكون أبوه ميت بيكون له كتب عن أبوي، ها ويوم بتشوفوا في صحافي بتمجد آبائها اللي كانوا أساس الصحافة، ولو جيت درست آبائهم شو كانوا يعملوا وشو كانوا يكذبوا ولمين بايعين حالهم، واليوم كانوا بيعملوهم أبطال، بيعملوهم أبطال هم بايعينها من أصله. هذول اللي بيكتبوا في الصحافة وفي التاريخ بايعين حالهم من زمان، باعوا حالهم للإنجليز وبايعين حالهم للأردن وبايعين حالهم وبايعين كل ما بيجي حدا بيبيعوه، ها وكذابين. بكرة يجوا ناس قال بعد 100 سنة يقولوا من مراجعنا جريدة الفلانية ما هيها كانت هذا الجريدة معاصرة، ما هي هيها بنت الأحداث كانوا عايشين في نفس اليوم، كيف بتقولوا انتوا؟ هاي التاريخ ها هاي التاريخ. شو جاب التاريخ هون؟ كيف موضوعيه عدم فهم انه قال مش ايش صار في التاريخ هذه في فتره ابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب؟ فيش امم مكذبه اصلا، فيش امم مكذبه. وابراهيم عليه السلام لما يقال ابو الامم، ابو الامم امم ايش هاي اللي كان ابوها؟ وبيكفي يملك قلوب الناس حتى يكونوا ملوك. اليوم في ناس قال بيملكوا جيوش بخروا فيها الناس، قال اسمهم ملوك. مالكين ايش هذول؟ هذول مالكين ايش؟ اما الانبياء لما يملكوا قلوب البشر ملوك، ملوك كلمتهم المطاع، كلمتهم المطاع. وعذب في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني مشي على رجليهم، يعني يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ليش ضامر؟ طيب ليش ضامر الدابة؟ ليش ضامرة؟ معناته جاي من مسافة ايش؟ بعيدة. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ابراهيم عليه السلام بيجوا كلهم كل. اذا صار مفهوم لما بذكر يا قوم اذكروا، لانه وين كان هذا الماضي اكثره؟ وين كان اكثر هذا الماضي؟ في الارض المقدسة. ومن الارض المقدسة كان الاشعاعات في باقي العالم. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. بديش اركز هون آتاكم الان، بس بذكرهم مشان يقول لهم ايش؟ يا قومي ادخلوا الارض المقدسة، لان هاي اصلا هاي كل الذكريات اللي بدي اذكرهم فيها شو اساسها؟ الارض المقدسة، المقدسة فلسطين. يا قومي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. ولاني سبق شرحت كتب الله لكم باختصار، احنا سبق قلنا لما بقول انا اكتب الدرس الذي طلب منك، شو طلب مني معناته؟ اكتب، قلناها. ادفع المبلغ الذي طلب منك، ايش تدفع؟ ادخلوا الارض التي كتب الله لكم، ايش تدخلوها؟ مكتوب تدخلوها، مكتوب تدخلوها. طب ليش يدخلوها؟ مكتوب يدخلوها، ليش يدخلوها؟ خليني شوي هنا نكمل شوي بعدين بنشوف ليش يدخلوها. هم شو قالوا؟ شو قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين، جبارين. وجبار ما تعرفين شو يعني جبار،
يعني الجبار اللي بيخضع الآخرين لسلطانه وله هيمنة وسيطرة والآخره جبار. طيب قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فأن يخرجوا منها فإن عجيب انتبهوا وردوا كرروا كمان شوي شو قالوا، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يلا خرب بيتكم، هو الله بده يدخلكم على الأرض المقدسة ليش؟ انتبهوا الآن، هو بده يدخلكم على الأرض المقدسة ليش؟ شوفوا الآن هذه مهمة كثير، هذه مهمة كثير لأن انطبقت علينا في القرن العشرين، اضطهدتهم الأمم الأخرى وصار مسوغ انهم يدوروا لهم على وطن مشان يقويهم، مسوغهم اضطهاد الاخرين لهم. بعدين قال لازم يخرجونا مشان يقعدوا فيها، هو جايبكم مشان على الارض المقدسة موسى عليه السلام مشان تخرجوا البشر، مشان تخرجوهم. لذلك لاحظوا اللي ركز القرآن على هذول القضيتين، شوف كيف بتصوروا الوضع، هم كيف بتصوروا الوضع، هم مش عارفين ليش داخلين هم. اذا شو قالوا؟ يا موسى ان فيها قوما جبارين. طيب ما هو قالكم راح تدخلوها، ما هو في مكتوب راح تدخلوها، خايفين من ايه؟ راح تدخلوها، قلنا كتبت لكم، لا كتب الله لكم يعني ان تدخلوها، بدكم مكتوب تدخلوها راح تدخلوها تمام. قالوا ان فيها قوما جبارين، طيب وفيها جبارين، وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ايه طب احنا بدنا ندخلكم، انتم بدكم تخرجوا الناس كمان، انتم بدكم تخرجوا الناس كمان حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فإنا داخلون، بعد ما يعزلوا ندخل. ايه وردوا كرروها، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ولكم احنا بدنا ندخلكم، ايش دخلكم في اللي فيها، ايش دخلكم اللي فيها. قال رجلان من الذين يخافون الله، يعني أنعم الله عليهما وادخلوا عليهم عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لأنه هو أصلا لاحظوا الصحابة لما جوا بجيوشهم اقتحموا العالم القديم، لا يكون اقتحموا العالم القديم مشان يطردوا الشعوب من أراضيها، هيك عملوا الصحابة ولا اقتحموها مشان يقضوا على لحظة على 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 النظم هذه الدكتاتوريات الجبارة اللي كانت تضطهد الناس وتحول بينهم وبين الحق، كان الإسلام يسقط الأنظمة ويترك الشعوب، يسقط الأنظمة ويترك الشعوب تختار، لأنه على فكرة الأنظمة القديمة كانت ما تقبل إطلاقا إنه الشعوب تختار دينها، بده يغير. احنا سبق ضربنا مثال في زماناته هنري الثامن، هذا هنري تبع بريطانيا، لما اختلف هو البابا كان مزواج، ما هو هنري هذا مزواج بيتزوج كثير، والبابا ما بدوش يسمح له، قال له بغير انا ديني شو بدك في الشغلة، فغير دينه من الكاثوليك للبروتستانت، ومن يومها بريطانيا كلها بروتستانت الا شوية هذول ايرلندا هذول المضطهدين كاثوليك، ما هم مضطهدين لانهم كاثوليك، انتوا بالكم شو قصة يعني بريطانيا وإيرلندا الشمالية ولا إيرلندا قصدي وبلفاست والشوارع المقسومة، هون بروتستانت هون كاثوليك، فيش غير هيك قومية واحدة وبينهم حرب، بروتستانت كاثوليك، وفي القرن 21 ها بتقولوا لي الإسلام الساعة مسيحية، لا مش هيك القضية. طيب المهم ما بدناش نخوض في موضوع هنري، خلاص هنري مدام ما عجبش البابا خلص هاي غيرنا، هاي صرنا بروتستانت، الشعب البريطاني كله بروتستانت. هيك كانوا يتصرفوا في الشعوب. فبالتالي الاسلام لما جيوش الصحابة كانت تقتحم
لأنهم بيؤمنوا بإنسانية الإنسان. ممنوع لأي أم لأي حاكم يتسلط على رقاب الشعوب. فكانوا بيسقطوا الأنظمة وما أجبروش واحد على تغيير دينه. وهي الصح بدكم أهلا وسهلا. الآن فيش اضطهاد. هم الوحيدين عبر التاريخ كله اللي حكموا وما أجبروا واحد بعد ما أسقطوا كل هذول الحكام اللي هم عائق أمام الشعوب. فموسى عليه السلام بده يدخل الآن الأرض المقدسة. ليش؟ صوروا موسى يقود يعني أخرج هذول الناس المضطهدين من مصر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. بده الله يمن على المستضعفين الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بالكم ما جعلهم مش في الأخير أئمة؟ بتقولوا لي طب ما روانا القرآن عن مفاسدهم. نعم شعب كان مستعبد. انتوا بالكم العبد اللي كان تحت الأقدام بهذا بينشأ نشأة سوية في أخلاقه، ومع ذلك بدنا نطول بالنا عليه. العبد هذا العبد اللي ماخذ كل المساوئ نتيجة الاستعباد ونتيجة الاضطهاد وانحراف أخلاقياته نتيجة انه كان مستضعف. هذا لما بدك تربيه بدك تتغلب معاه، بس الله بده ينقذ ولو في غلبة. ما انتو شفتوا الغلبة، شفتوا قديش. وقال بده يدخلهم. طب كان ممكن يدخلوا تحت لواء، كان ممكن يدخلوا تحت لواء موسى عليه السلام وتصلح البلد كلها بما فيه اللي جواها اللي بيقودوهم الجبارين. هذول الجبارين لما يغلبوا، لما شقلوهم ادخلوا عليه بالباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ما هو في وعد الهي وبتغلبوا، لكن لما بعد ما بيغلبوا شو بيعملوا؟ بتطلعوا الناس من ارضها، ولا بصير الناس وقتها قابلة تأخذ الحق من موسى عليه السلام ومن من معه الناس، والناس تدخل وتختلط في هذا البلد وتمشي على رسالة الحق. هذول شو اللي بدهم اياه؟ لا فضينا الارض نفضي الارض وهذول البشر يعني مش مستحقين. طب انتم كنتم مضطهدين وهي اخلاقكم وغلبتوا النبي عليه السلام وبطالب ومش مطالب، والى درجة مرات ارنا الله جهرة واخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون، وبعدين الله سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وعملناكم. بدهم مش يصبروا على الجبارين شوية، لازم الجبارين يخلوا الارض. وكرروها مرتين، قلنا لن ندخلها ما داموا فيها. ايه واذا بيخرجوا احنا بندخل، بيخرجوا. اذا هو موسى عليه السلام جاي مشان يفرغ البلاد. ونفس الشيء هذا اللي عملوه هم على فكرة. ليش مخرجكم مش بالكامل؟ ما كانوش قادرين يسيطروا، لانه اصلا تسلموا البلاد تسليم من كل الجبهات. صح هم كانوا جايين تقريبا مستفيدين من الحرب العالمية، اكثرهم كان مشارك مع الدول المختلفة هاي في الحرب العالمية، يعني متدربين في حرب عالمية، ومع ذلك هزموهم على فكرة. العرب هزموهم، والجيش العراقي وصل البحر، والجيش الاردني وصل البحر، والجيش المصري كذلك، وما ظلش اشي. عملوا الهدنة الاولى بتاريخ 10/6/1948، عملوا الهدنة الاولى. من الهدنة الاولى للهدنة الثانية اعطوهم نفس، جت اسلحة وجت ومش بس هيك، وقرارات انسحاب. لما صار قتال ما صمدوش هدول اللي جايين، لما صار قتال اللي جايين لما متدربين في الحرب العالمية مشاركين، ابوتكم واجدادكم بالبواريد البسيطة هزموهم ووصلوا البحر. تمام. وكانوا اليهود جيشهم 3 أضعاف جيوش العربية كلها، 3 أضعاف. والجيوش العربية دخلت لأنه كان قيادتها جواسيس مشان يقلموا أظافرنا
ويخططوا. طيب، وعلى فكرة لما قامت إسرائيل قامت بانسحابات، انسحبت الجيوش هاي كلها وسحبونا معهم، سحبونا معهم وحددوا لهم. ما كانوش قادرين على فكرة اللي بيسموها حدود 67، ما كانوش اليهود قادرين يسيطروا عليها، استنوا عليهم عبين ما صاروا قادرين وكملوا لهم الباقي، فرغوا في 48 صاروا يفرغوا مشان يتواجدوا. طب ما هم لما اضطهدوا اليهود في العالم، لما اضطهدوا اليهود من قبل العالم الغربي، لجأوا للدولة العثمانية تحميهم. اول مستعمرة بنت 1882 كانت نتيجة المذابح اللي صارت لليهود في روسيا، نتيجة المذابح، مذابح 1882، المذابح القيصرية لليهود 1882 هربوا واجت استحتضنتهم الدولة العثمانية، وكان لهم اول 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 مستعمرة هم في فلسطين 1882. طيب هذولاك برضو قال ايش؟ قال ما ندخلش الا تطلعوا منها. هذول ما قدروش يطلعونا منها، استخدموا اساليب كثيرة في تطليعنا منها في الاول. ما فيش قدرة، بيملكوش اصلا هم قدرة، كل قدراتهم من عند الجماعة اللي لحد الان بقتلوا الشعوب قاعدين. الجماعة هذول اللي بقتلوا الشعوب هذول هم اللي اصلا هم اللي حافظوا على وجودها، وبغروك بشوية هيك شعارات، بغروك وبيبيعوك وهم بشعارات شعارات شعارات شعارات، وفي الاخير ما بتشوف الا مبيوع مبيوع. لو انت الامة يعني بدها تظلها على فكرة مسلمة دقنها، لو انت لو انت لهدول الناس. لذلك هم ليش بقتلوا البشر زي ما قلنا؟ البشر لما بدها الان تملك نفسها، بدها تملك نفسها، هم بدهم مش تملك نفسها. اذا ملكت نفسها انكشف كل الطب، كل المسرحيات انكشفت وادركت الام انه لديها قدرات هائلة وقادرة تصنع كل شيء. هم بدهم مش انك تكتشف اصلا قدراتك انت وتعرف مين انت وتعرف مين الاخر. ما انتو شفتوا الاخر، جرب حاله شوية في غزة مرتين، بغزة هالقدة اللي هالقدة هاي اللي بتجيش قد محافظة الخليل، الارض المبسوطة الساقطة عسكريا، المبسوطة الساقطة عسكريا هاي تصمد وهم قطعوا هالجبال هاي كلها. كيف يعني؟ كيف يعني؟ ما هو لو انت يعني فاذا يا قومي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا. اذا هو بده يدخل موسى عليه السلام بده يدخل هذا البلد، اذا صحيح فيها قوم جبارين، ما هي اصلا هذه بلد مقدسة. شو يعني مقدسة؟ اصلا يجب ان تطهر دائما، تطهر من الفساد والانحراف والجبروت، تطهر. فبده يدخل موسى عليه السلام، واصلا تصنع الشعوب من خلال ايش؟ على فكرة الشعوب لما بتجاهد تصنع، يعني ممكن تصنعها انت، تصهرها لما تعلمها الجهاد، تتغير اخلاقياتها وقيمها ونظرتها للامور. ملاحظين الشعوب لما تفسد لما ايش يعني بتكون في ظرف من الرخاء مرات والرخاوة، وفيش تحديات ومسائل من هذا القبيل، تفسد وتتحلل الشعوب. فالان فموسى عليه السلام بده يدخل فيهم، بده يصنعهم ويصنع الامم اللي بده يدخل عندها كمان، الامم اللي بده يدخل عندها كمان، لانها هي ارض مقدسة. ولذلك نتيجة موقفهم هذا مش لانهم جبناء بالدرجة الاولى، لا، هم بدهم اياها فاضية. طب ما الله انقذكم انتم مع كل مفاسدكم، مع كل مفاسدكم خذوا خذوا خذوا، مشان ايش؟ يخلصكم من هاي المفاسد ويجعل منكم امة تقود الهداية. بدكم الشعوب هاي تنفى من الارض، بكرروا الكلام. لذلك شو قال؟ فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. ويا سبحان الله، يريد الان ان يدخلهم في درس جديد مشان لما بدخلوا يكونوا اهل هداية. حتى لما عاقبهم بالتيه، التيه كان ايش؟ 40 سنة لتربيتهم، الساقط بروح
بتنشأ الأجيال الجديدة في جو من القسوة والتحدي في التيه، تنشأ أجيال وتربى على إيد موسى عليه السلام وغيره، غيره من أهل الحق، وبعدين يدخلوا. قديش قديش بده صياغتهم جديدة؟ 40 سنة. قال له إذن هم الآن مش جاهزين يدخلوا، هم بدهم يدخلوا، وكانت فرصتهم يدخلوا ويقودوا الهداية للأمم، هم بدهم يفرغوها. إذن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، معناته مش حرمها أصلا بالمرة، لأنه أصلا بدهم يدخلوها. وفعلا لما دخلوها فيما بعد نشأ فيما بعد حضارات هائلة على رأسها أنبياء زي مين؟ سليمان وداود عليه السلام وغيرهم وغيرهم. وسمعتوا بيحيى وسمعتوا بزكريا وبآل عمران، وصلاح فوق العادة، صلاح فوق العادة. وفترة طويلة مش بسيطة على فكرة، كانت في كانوا أئمة هداية. وهون بديش إياكم تنسوا، إياكم تظنوا إنه يهود اليوم هم بني إسرائيل القدم. وأنا سبق تحدثت إنه في 10 أسباط اللي بيسموها الأسباط الضائعة أسلمت، والصبتين اللي ما ضاعوش رجع منهم جزء والباقي أسلم، والجزء اللي رجع نقل دينه لأمم ثانية، وعبر الأجيال كانوا بيسلموا وبصيروا مسيحية جزء منهم. ولذلك أكثر نسل بني إسرائيل القدم الآن مسلمين بالدرجة الأولى، نصارى بالدرجة الثانية، يهود بالدرجة الثالثة. وهذا لا يمكن النقاش فيه اليوم، واضح. وإنما الآن هذول اللي جوا بأخلاقيات العبد، اللي جوا بأخلاقيات العبد فيما بعد لما صاروا مستعبدين في فترة زمنية معينة، بعد أكم سنة يعني، بعد أكم سنة من دخول فلسطين، لأنهم هم دخلوها تقريبا 1187 قبل الميلاد، 1187 قبل الميلاد، خلينا نقول 1200 قبل الميلاد، ها؟ لعند ما جاء نقول لا 700 لا 700 قبل الميلاد، كم سنة فيه؟ ها؟ 500 سنة. وحتى بعد 500 سنة على فكرة جت غزوات ومش غزوات والتفاصيل، بقي في ناس صالحين منهم زي ما يحيى وزكريا واضح وآل عمران والتفاصيل هاي زي عنا اليوم، يعني تم احتلالنا والناس على الدين الحق، والناس على الدين الحق. يعني وجدت أئمة هدى، وجدت أئمة هدى. هذول هذول لما تم سبيهم في السبي الأشوري ثم السبي البابلي، السبي الأشوري 722 قبل الميلاد والسبي البابلي 586 قبل الميلاد، وفي جزء منهم خلص انتهى راح، اللي رجع منهم أو قبل اللي رجع، اللي بدأ يكتبه في الأسر، اللي بدأ يكتبه مضطهد، لحظة، كل حقده على الأمم وين وضعها؟ ولذلك بزعمه انه يشوع اللي هو يشع بن نون، يعني لما دخل فلسطين 1187 بزعمه، انت على فكرة اذا بتقروا هذا السفر، السفر يشوع، كله دماء وقتل وإبادة للأمم، وهو كذب على يشوع اللي هو يشع بن نون. لكن كتبوها وانت في فترة اضطهادهم، وذلك انعكس في كتابة هاي عفكة ملحقة بالتوراة. ما هو التوراة عندهم اول 5 أسفار، بعدين تيجي أسفار ما يسمى بالعهد القديم، منها سفر يشوع. يشوع اشي مذابح هائلة الى درجة بيفتخروا بقتل النساء والأطفال، الشيوخ، الرجال، الدواب، والله بيغضب عليهم لأنهم تركوا دابة واحدة ما قتلوهاش، كانوا ناسينها وهيك بيقولوا. وهذا من ينجا هذا العبد اللي كان مستعبد وين؟ في العراق في السبيل البابلي، وبيكتبه عبد، كل مفاسده وأحقاده وين بيضعها؟ فيما يكتبه
نفس الشيء نفس الشيء. واليوم واليوم هم اليوم زي ما قلنا لما جونا هنا احنا هم حاولوا يفرغوا البلاد ولكن ما كانوش قادرين. وفي التزامات على فكرة هم بيعرفوا انه قامت دولتهم ضمن التزامات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.